واحدة تمارين الإحماء الصباحية لازم نبلش فيها قبل تمرين الرياضة. لنتعرف أكثر على هذا الموضوع رح يكون معنا أحمد الشويكي. كوتش يسعد صباحك. صباح الورد كمان. يسعد صباحك كوتش. اليوم شايفة أنا التمارين حاطت كرسي شكله اليوم التمارين الرياضية على الرهكة على الرياحة اليوم على الهادي. حلو. اليوم رح نلعب بالكرسي تمرين كامل. هسه رح اشرح لكم كل شيء. اكيد يا هلا فيكم وصباح الخير لكم كلكم ولكل اللي بتابعنا. اليوم رح نشرح لكم شوي عن الموضوع للناس اللي ما عندها شويه تولز وهيك وبتتعب بتمرينها. رح نستخدم اليوم الكرسي بتمريننا. طيب خلينا نبلش شويه وورم اب وبعدين نبلش بتمريننا. اوكي رح نحمي هون. بنلف ايدنا بشكل بطيء. اوكي بعديها راح نحرك الويست. برافو. بعدين نعكس الاتجاه تبعنا. اوكي راح نوقف على التوز تبعنا وبنرجع. 2 3 4 5. بعدها نبلش نحرك إجرينا شوي مع حركة إيدي هون. برافو. 5 4 3 2 وآخر إشي 1. أوكي رح نبلش جامبينج جاكس بس بإشي الأبسط تبعنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وآخر إشي 10. طيب اللي راح نستخدمه اليوم بالكرسي راح نحط الكرسي هون وراح نبلش بأول تمرين سكوات. اللي راح أعمله إني راح ألمس الكرسي هون بالهيب تبعتي لثواني وبطلع. يعني 1 2 3 4 5 بنزل بطيء وبطلع بطيء. بنزل بطيء وبطلع بطيء وآخر إشي بنعمل 10. بنقدر نعمل إذا كنا إحنا شوي عنا أمراض أو إحنا تعبانين لا سمح الله أو كنا كبار بالعمر بنقدر ننزل بنريح شوي ونرجع بنطلع. أهم شيء نحافظ على صحتنا. تمام. التمرين اللي بعده رح نعمل بوش أب باستخدام الكرسي. بحط إيدي هون بتمكن منه. أهم شيء نتأكد إنه الكرسي معنا ما بتحرك. جاي مفتوحات وبنزل 1 وبطلع 2 3 4 5. وزي ما حكينا دائما رقبتي شادة بشد عضلة السرير قد ما أقدر عشان نستفيد. 9 آخر إشي 10. تمام هيك بنكون خلصنا تمرينين. ننتقل على التمرين اللي بعده بنحرك فيه عضلة الترايسبس والتشيست. راح أحط إيدي هون وأهم إشي زي ما حكينا نركز إنه الكرسي اللي معنا ما بتحرك. إيدينا هون وبركز بإجري بهاي الطريقة. أوكي ما ببعد جسمي وأنزل بأذي كتفي. لا بكون قريب من هاي الأداة اللي أنا بستخدمها وبنزل 1 وبطلع بطيء. 2 بطلع بطيء. 3 شد الكور تبعي. 4 5 6 7 8 9 وآخر إشي 10. أوكي رح ننتقل على التمرين اللي بعده. رح نشغل البطن تبعي وبنزل هون. رح نرجع لورا وبمسك بالكرسي بهاي الطريقة. أوكي رح أفرد الجري وأطلع فيهم بطيء وأنزل.
2 3 4 5 6 7 8 9 last one 10. برتاح شوي صغيرة وببلش أعمل للكور كمان مرة تمرين ثاني. أوكي رح أمسك الكرسي كمان مرة منيح وأرفع إجري بهاي الطريقة وبنزل على اليمين وعلى الشمال 2 3 4 5 6 7 8 9 وآخر إشي 10. أوكي رح نعمل ستريتش وبرضه لاستخدام الكرسي تبعنا. رح ننزل على الأرض هون وبمسك الكرسي هون وبنزل جسمي لتحت، بحاول قد ما أقدر أضغط جسمي لتحت عشان أعمل ستريتش لهاي المكان بهاي الطريقة. بعديها رح أمسك الكرسي وأمد إجري، نعمل سويتش أوكي رح هون رح نقعد وبنرفع بإجرنا لفوق سويتش. بعديها رح أكون قاعد هاي الطريقة حاط إيدي هون وأنزل على اليمين بنزل على الشمال وهيك بكون خلصنا تمريننا باستخدام الكرسي. وزي ما حكينا للناس اللي ما بتقدر تلعب تمرين قوة أو عندهم إصابات لا سمح الله أو كبار بالعمر، هذا الخيار كثير كويس بتقدر تعمله بتمرينه ببيتك وبس. نكمل مع زملائي ويعطيك ألف عافية. الله يعطيك العافية كوتش أحمد، يعني اليوم أنت شجعت الأشخاص الكسولة حتى مش اللي بس اللي عندها إصابات، اللي ما بتحب كتير تتحرك إنه يعني أقل إشي ممكن يعملوه هن التمارين على الكرسي. أنا خايف مرة جاي أجيب معي تخت، يعني ما في غير رياضة، يعني المهم يعني مهما سويت ومهما عملت بدك تلعب رياضة فيه. لكن هاي بتكون إلها فاعلية زي كأنه أنا ما عم بستخدم الكرسي يعني يعني زي ما انا بدي اقول لك انه يعني زي ما بيقولوا اقل القليل، يعني شو ما كان المهم ما نوقف الرياضه اكيد استخدام الكرسي. يعني بتذكر ايام الحظ شفت كيف في ناس صارت، في ناس تحط قلاني مي، في ناس مش عارف شو كطناجر، المهم ما توقف لازم تضلك تلعب أكيد. فعشان هيك حطينا هذا الخيار عشان نورجي للناس انه احنا ما في اي شيء يوقفنا، ولو كنت ببيتك ولو كنت كبير بالعمر تقدر تستخدم هذا الكرسي وتعمل فيه تمرين. يعني ما في حجج اليوم للي بالأشخاص اللي ما بتحب الرياضة 100%. شكرا كثير لك كوتش، شكرا لك، ألف عافية.